أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن قوات الأمن نجحت في تصفية ستة من عناصر إرهابية بعد 45 دقيقة من تبادل إطلاق النار أثناء محاولة ضبطهم في إحدى المناطق الزراعية بأسيم بالجيزة. وكانت معلومات قد وردت لأجهزة الأمن تفيد بتخطيط هذه العناصر للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة. وبعد مداهمة المكان تمكن قوات الأمن من تصفيتهم والعثور على بنادق آلية وكمية من المواد المستخدمة في إعداد العبوات الناسفة وقنبلة معدة للتفجير.